مكملين معاكم فقرات نهارك سعيد، ودايما بنقول العقل السليم في الجسم السليم. مصر دايما بتشجع اولادها الصغيرين خصوصا لسنهم صغير قوي في ممارسه الرياضه عشان يبقى منهج في حياتهم بعد كده وعشان يستمروا دايما عليه. في ابطال كتيره جدا صغيرين في السن، سمعنا عن البعض والبعض الاخر يمكن ما سمعناش عنه كلام كتير، بس هم بيحصلوا على بطولات كتير، بيحصلوا على ميداليات كتير، ومن ضمنهم طفله صغيره اسمها ساندري عاصم محمد. ساندري سنها لم يتجاوز 7 سنين لكنها حصلت على عدد من البطولات، هتنورنا النهارده في الاستوديو. ساندري ازيك يا ساندري؟ كويس. صباح الخير الاول. صحصحي كده معانا عشان هتكلم كلام كتير النهارده. اوكي. ومعانا كمان استاذة خلود نبيل والدة ساندري. صباح الخير، نهارك سعيد. اهلا بك. يعني انا هبتدي بيكي الاول واقول لك ساندري بدات ازاي، ساعدتيها ازاي، ودخلتيها اصلا رياضه الجمباز الايقاعي ازاي؟ هي المفروض كانت انا كنت حابه ان انا اوديها من وهي صغيره لحد اما مدرب شافها وقال لي عندها مرونه عاليه جدا ولازم ان هي تستمر في الموضوع ده. يعني بدات باختبارات. بالظبط. ابتدى كابتن احمد شافها وقال لي لازم تكمل. ابتدت باول مرحله اللي هي تخش البطوله تحت 6 سنين، وفعلا دخلت تحت 6 سنين قاهره، جمهوريه، اسكندريه، وخدت المراكز فيها الثالثه عشان كان في نوادي كتير قوي. وتحت 7 بنفس الطريقه، فضلت كده لحد ما دلوقتي راحت نادي الجزيره. وابتدت تستعد بقى الجمباز بقى عشان تخش فردي. ساندري انت كنت في نادي ايه الاول؟ كنت ابتديتي تتدربي فين؟ نادي شمس، بعد كده رحت نادي الجزيرة. الحركة دي ان انت تنقل من نادي لنادي مش بتأثر عليها؟ لا يعني بالعكس، فرق المدرب المفروض من مكان نادي لمكان الجزيرة هو افضل نادي على مستوى مصر في الجمباز الايقاعي، والمفروض ان هو بعد كده ان شاء الله منتخب لو هو حبها. وهي دلوقتي بتبتدي فردي، يعني هي كانت جماعي. أيوة. وبعد كده تحت 9 سنين بتبتدي مراحل الفردي اللي هي اولها حركه الحبل، الاداه بتاعتها تكون الحبل. تمام. ومدرباتها هي اللي بتختار الاداه ولا بعد كده بتتفوق بقى على حسب الدرجه اللي هي بتاخدها في كل اداه، بتبتدي بقى تقررها طوق، حبل، صولجان، كوره، ومدرباتها هم بقى اللي بيقرروا. اكيد. ساندري عندك كام سنه؟ سنه كام؟ تانية ابتدائي. ايه اخبار المدرسه معاكي؟ متفوقه كده زي الرياضه ولا سايباها على جنب؟ لا كويس. شطوره يعني؟ تحبي جمباز؟ عايزه تستمري فيه؟ مبسوطه بان انت بتاخدي بطولات؟ مبسوطه. قولي لي عندك كام بطوله خدتيها لحد النهارده؟ 5. 5 بطولات ما شاء الله. ابتديتي اول بطوله خدتيها وانت كام سنه؟ جمهوريه. جمهوريه. كان عندك كام سنة تفتكري؟ كان عندي 4 سنين. 4 سنين وطلعتي مركز الايه؟ دي اول ما دخلت الجمباز. 4 سنين. 4 سنين دخلتي في الجمهورية ما شاء الله. لا تحت 6. وبعد كده خدتي ايه؟ خدتي بطولات اسكندرية. اسكندرية. تحت سن كام؟ تحت 7. وايه كمان؟ و6. تفتكري عدد البطولات اللي خدتها؟ بتقولي 5 في الجمهورية وبطولة اسكندرية وايه تاني؟ القاهرة. تحت 6 وتحت 7. وخلاص دلوقتي بقى بتبتدي تخش المراحل الجديدة اللي هي بتاعت الفردي. تتدربي كام ساعة في اليوم يا ساندر؟ كل يوم. كل يوم تتدربي قد ايه؟ وقت قد ايه تقريبا في اليوم؟ 4 ساعات تقريبا. 4 ساعات يومي. 4 ساعات. طب مع الدراسة وتمرين يومي 4 ساعات وبطولات واكيد في تركيز جامد جدا، بتعملي ايه؟ الرياضة بتساعدها جدا، نشاطها. لا وبالعكس، مدرستها مدام سوناتا في المدرسة بتاعتها اهتمت جدا بموضوع زي كده، وبقت حفلات وصحابها، وحست ان هي بقت الموضوع بالنسبة لها بياخد كيرف اعلى. انا بلعب رياضه، رياضه يعني مذاكره، ومذاكره يعني رياضه. ده مكان ده وده مكان ده. وفعلا طالعه بتاخد كله A بلس بمجهودها، وانا بحاولش اذاكر لها لان هي عارفه انه ده عشان ده وده عشان ده. بس قادره توفقي بين مدرستها وبين النادي وبين انت تاخديها كل يوم جداً. لمده 4 ساعات او باخدها من النادي من المدرسه على النادي على طول، وبعد كده التايم بقى اللي بتذاكر فيه يا اما قبل التمرين بساعتين او ساعه، لو كان هو هتخلص الساعه 4 وتكون في النادي 4، من 4 ل 6 بتذاكر،
وبعد كده بتكمل التمرين ل 11 او 10 وبتكمل تمام جدا، وبتبقى بالعكس بتبقى عايزه تعمل هوم ورك بتاعها، لازم الهوم ورك يتعمل. طب شاطره ما شاء الله. ساندري عايزه توصلي لايه؟ احنا شايفين صور ليكي على التلفزيون. ده انهي كاس؟ كاس ده انهي بطوله؟ جمهوريه. جمهوريه؟ كان سنك قد ايه؟ 4؟ لسه صغيره خالص. ايه الادوات اللي بتلعبي بيها بقى؟ تستخدمي ايه؟ كره وحبل. كره وحبل، بتحبي انهي اكتر؟ الاثنين. طب انت ممكن تمشي في الاثنين مع بعض ولا لازم يبقى حاجه واحده بس هي اللي بتلعبي بيها؟ لا، ساعات بعمل دي وساعات بعمل دي. والاثنين عادي بتستخدميهم عادي. في ايه تاني ادوات الناس التانية بتستخدمهم؟ بيستخدموا صولجان وشريطة. صولجان وشريطة. طب قولي لي بقى، مين اللي انت نفسك تبقي زيه كده في الجمباز الايقاعي؟ مين بتحبيه نفسك تبقي زيه؟ ابقى كويسة، احسن واحدة. ما اكيد ان شاء الله تبقي احسن واحدة. عايزة تبقي زي المدربين بتوعك مثلا؟ مدرباتك مين؟ مس باولا ومس باولينا. اوكي، هما اللي بيدربوكي؟ هما معاكي من وانتي صغيرة ولا هما دول الموجودين في النادي الجديد؟ هما موجودين اكيد. الجمباز الايقاعي امتى بيبتدي يكون فيه بطولات دوليه؟ يعني امتى سنها بيكون مناسب ان هي تتقدم لبطولات دوليه؟ المفروض ان هو بيبقى من تحت 9 لما بتبتدي فردي. من تحت 9 سنين؟ لان هم في مصر بيعتبروه زي مهرجانات دلوقتي. بعد كده بتحت 9 بقى بتؤهل ان هي تستخدم الاداه الخاصه بيها، لان كل المرحله الصغيره دي بتبقى جامعي عشان مخهم صغير وعشان لسه جسمهم والليونه بتاعتهم بيبتدوا. بعد كده بيتطوروا بقى بيخشوا الفردي، كل بنت بقى بتتمكن من اداتها ومن حركاتها والاداه. بتختار اداه واحده؟ لا، بتلعب كل الادوات ده اجباري. بعد كده هي بقى درجات الاداه هي اللي بتفرق، من الحبل للصولجان للكوره للشريطه. كل سنه برضو ليها رتم، يعني هي المفروض دلوقتي هتخش حبل، تدخل حبل وكوره وفردي اللي هو العادي الارضي. بعد كده بقى بتتطور لحاجه تانية، بتغير بقى طوق وشريطه وبتختلف. اكيد. ساندري عايزه تبقي ايه من تكبري؟ عايزه تشتغلي ايه؟ مع بابا وماما. عايزه تشتغلي اي حاجه مع بابا وماما ولا عايزه تشتغلي حاجه معينه؟ في ايه طيب؟ بابا بيشتغل ايه طيب؟ طب انت تعرفي لو في سن معين المفروض توصلي له في الجمباز، ولا الجمباز ده بيستمر على طول هتفضلي على طول تلعبي؟ المفروض العب على طول. على طول وما ينفعش تعملي حاجه تانية معاه؟ يعني تشتغلي شغل تاني معاه؟ مش نفسك مثلا تبقي مهندسه، دكتوره، مدرسه، او تدرسي حتى جمباز ايقاعي؟ مش عايزه تبقي زي كده اللي المدربين بيدربوكي؟ لا مش عايزه. طب ليه؟ انت هتخلي فيه صغيرين تانيين يعرفوا يلعبوا كويس، بعدين انت هيكون معاكي بطولات كبيرة يعني. طب ايه البطولة اللي جاية القريبة اللي انت بتتدربي لها دلوقتي؟ في حاجة قريبة؟ ايه أدات ايه اللي هتلعبيها في البطولة الجاية؟ حبل. الحبل؟ ودي بطولة ايه؟ بطولة برضو نفس الريتم، القاهرة اسكندرية جمهورية. القاهرة اسكندرية جمهورية. طب انت بتقولي انا بلعب بأداتين وبتحبي الاتنين، بس انت بيقولوا لك الناس او المدربين بتوعك بيقولوا لك ان انت اكتر يعني اداة بتلعبي بيها احسن ايه؟ الاتنين برضو. الايه؟ الاتنين. الاتنين قالوا لك ان انت شاطرة في الاتنين؟ طب دي حاجه كويسه قوي. باقي اللي بيتدربوا معاكي كمان شاطرين في اكتر من حاجه؟ بيبقوا شاطرين. طب انت بقى بتلعبي جمباز واكيد عارفه حاجات كتيره جدا عنه احنا ما نعرفهاش. ايه مهم في ايه؟ بيعمل لك ايه؟ بيخليكي تتحركي كتير، بيخليكي نشيطه اكتر؟ ايه الحاجات اللي انت بتحبيه عشانها؟ عشان ايه بقى؟ خليني اركزها. بتخليكي ايه؟ مركزه. مركزه؟ مركزه بيخليكي تذاكري احسن مثلا، ولا بيخليكي تبقي مركزه عموما؟ لا، بيخليني نشيطه يعني. ابقى
أركز في المذاكرة كمان، بإيه؟ بيخليني أركز في المذاكرة. خليكي تركزي في المذاكرة. انتي اللي اخترتي ان انتي تروحي جمباز ايقاعي ولا مامي اللي اختارت لك؟ مامي هي اللي اختارت لك. طب انا عندي